اكيد جابرييل هاشمياه عنده مهمة دفاعية على جوناثان جيبسون، وهذا الشيء اللي بأكدنا رح يبلش المدرب جوكشا واجهة بين الحكمة وفريقه مانفل كثير مهمة بالنسبة للفريقين على صعيد الترتيب. البوزيشن الأولي عم تكون لصالح جابرييل هاشمياه اللي بمر تيجيرات عم يطلع الطابة لبرا. اوبن شوت اوبن شوت يلعبوا اكيد السمول بول يلي بحبوها فريق الحكمه. جيرار عمل لهم الاوفنسيف ريباوند بروح على سالمنت من تمريره بتوصل لدويت. شو عم يحرم شو عم يحرم يعطي رضوان، رضوان كمان بيخترق بيطلع على السله بمرر لمين تورن اوفر على فريق الحكمه والفاست بريك كلفتهم خمسه. جيرار حديد اربع نقط جوناثان كيف ممكن يوقف يسدد بيوقف بيسدد بيسجل مقطوعة. جابرييل هاشمياه بيعمل ستيل وبيسهل جمال بمر لكريم والبلوك شوت بلوك زاك بمر لبرا لدي جي. دي جي بيخترق دي جي بيخترق لجيرار حديد دياغ اللي بيلعب على السلة بيتعرض للبلوك شوت من دانك فاست بريك لفريق الحكمة. جوناثان جيبسون بيوقف بيسدد وهاسون بفضي لبوبو اوبن شوت بيعطيه عزيز بيوصل على السلة حق يرجع عزيز دانك بلعب الريباوند باسكت ان لدانك دي ثلاثية كمان ما بتنجح. مين لما مين لما السكرين جرب يلعب معه الطابة بسجل هالمرة الريباوند يعطينا بوبو يلي بيخترق بيوصل تحت السلة بايده الشمال جرب يلعب على جيرار رضوان يلعب على السلة عن يلي شفناه بالكوارتر الأول. جيمي سالم بيخترق بسجل هون في دبل فاول دبل فاول بين زاك وبوبو. تراشتوك لتراشتوك ما عم يوقف بين بوبو وزاك ما عم يوقف ابدا وتكنيكال فاول على اللاعبين. خليه وقف لا مصفر انا قبل نو باسكت سب ريباوند جديد لدوين جاكسون. دوين لمين بده يمرر لايمانويل باسكت ان جوناثان يقطع بمرر لعمر بياخذ التسديده لعمر جمال الدين على الكورنر. ايمانويل كمان تحت السله اي لاف ذيس جيم بطير بطير وين جاكسون يلعب على السله جيبسون بمرر لعزيز بياخذ التسديده اخر ست مواجهات بين هومنتون والحكمه ربحها فريق الحكمه فاست بريك مع كريم عز الدين بروح على السله بتطير منيح اليوم. احمد ابراهيم عمل درايف راح على السله كاونتد لاح زاك قطع وصل على السله عز الدين لجوناثان جيبسون. جوناثان عم يخسر الطابه فاست بريك لفريق هومنتون. دوين احمد احمد ابراهيم كمان عم يخترق ميد رين شوت بروح على السله بايده الشمال ما بينجح بوبو. دوين 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 بسدد ومين بلم الريباوند رضوان بياخذ تسديد صعب ريباوند لمين بوبو بيطلع بالطابه 2 على 2 بالفاست بريك دبل تيم على بوبو. بوبو لمين بده يمرر بوبو بكبها لقدام لاحمد ابراهيم. احمد بروح على السله وبسجل تصور رح يكون في صراع على السوشيال ميديا هون بين جمهور هومنتون وجمهور الحكمه تحت السله. وين بلش يستعمل سرعته بالاختراقات على السله كمان بيخترق عم يمر لجاد جاد جاد سجلوا سبع نقاط على التوالي. عز الدين اند ساك لافتون اخذ تسديده جوناثان جيبسون بوقف بسدد الرابع على جوناثان زاك زاك لافتون ستاب باك بسدد جيبسون لكريم عز الدين بوقف بسدد بسجل دي جي عم يعطي جيرار زاك رح يسدد بجرب يخترق بيوصل تحت السله وموف على دوين جاكسون بطلعها كمان لبرا عزيز جيرار حديد ياه جيرار يعطي مين تورن اوفر زاك لافتون بيروح على السله وبيستعرض زاك زاك بيخترق بمرر اي لاف ذيس جيم اللي بيكون موقوف فيها المباراة أمام بيروت يوم الأحد رح يحك ديفانسيف ريباوند لكريم عز الدين كمان مقطوعة من جابرييل هاشمياه
بمرر لزاك، لزاك بسجل مسلسل تسجيل النقاط 33 نقطة. جوناثان جيبسون ما بينجح بالتسجيل، هو لما الريباوند 10 ريباوند لزاك. هون بسرعة بتروق المدرب الشخص عم يطلب تشالنج. سبورتسمان لايك فاول كشوت سيلكشن، ما عم بحكي كبرسنتج ابدا. معدل النقط اللي بتدخل فيه 97 77. جوناثان جيبسون بياخذ تسديد الثلاثي 97 80. اذا النتيجه النهائيه منفذ، بفوز على فريق الحكم.